ساعات هذا قاعد يكون شخص ما تقول اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ ميمز. فلا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وتابعوني عليها كام، تابعوني على سناب بعد. وليتس جو نبدا المقطع. بس قبل ما نبدا المقطع بس في اعلان، شوفوا ارجعوا. طبعا الاعلان ما ندفع لي ولا شيء، بالله سووا لي خدمه حبيت السريع. بس خليني اتكلم لكم على فريق يصممون اي لوجو تبيه انت، اللي هي شركه لولبي او فريق لولبي. يا شباب ايش اقول لكم على الابداع؟ تعطيكم صوره الحين في الميزات اللي عندهم والاعلان اللي ناشرينه. شباب يعدل لك اي شيء تبيه، يعدل لك يعدل لك. تبي الالوان انت تختارها، صوره انت تختارها، اسم، اي شيء يخطر ببالك يقدرون يسوونه. طبعا ما شاء الله عليهم فريق لولبي. طبعا تخيلوا انه يسوي لك ميزات اوكي وش لوجو ب20 ريال. تخيلوا عليهم عندهم عرض هو كان 100 ريال صار ب20 ريال. حلو، تلقون ارقام وحسابات موجوده على صندوق الوصف. شباب لا احكي لكم عن النفسيه، عن الخدمات، شيء لا يعقل. اذا ما اخذت من عندهم ان شاء الله يعضك كلب. روح يا شيخ ان شاء الله يعضك كلب. جبت سماعتي صراحه عشان ما تخفيكم. والله حسن وش السفينه ذي؟ يلا تعال زي حق تايتانيك. تايتانيك؟ شو عندي؟ قسم واحدة يلا تاكسي ذي. اركب انت خلينا نشوف. اركب تعال والله تاكسي. اركب يلا اركب. حسن ولا ما في امل اركب. حسن ولا انت حسن يلا كفو حسن كفو يا حسن. راح تروح فيها يا حسن. يا حسن حتودع يا حسن. صدق التايتانيك لما طاحت. يلا انا واليوم بجرب اكله موسى. انتم مثل ما تعرفون هلا والله جماعه، هذا ولد جيرانه واليوم انا باكله ديناصور صغير. مثل هلا والله جماعه مثل ما تعرفون هذا ولد جيراني. حلو، سوينا انا وياه تحدي ب 50 مساله. والله جماعه اليوم باكل ولد جيراني وبجرب. والله جماعه هذا ولد جيرانه واليوم باكله. مدري ايش احس ان كل المقاطع بجلسه واحده. الولد انقص الله يعين عينك. انا بطل تاكل. جماعه الخير هذا ولد شايفين شايف كله جيراني ومثل ما تعرفون ما ياكل شيء. هلا والله جماعه اليوم انا بطيخ 3.5 كيلو ومثل ما تعرفون هذا ولد جيراني واليوم. هلا والله جماعه مثل ما تعرفون هذا ولد جيراني ما ياكل شيء اليوم انا باكله عين. هلا والله جماعه هذا ولد جيراني مثل ما تعرفون هذا ما ياكل. حلب ام الولد، حلب ام الولد، حرام عليك. هلا والله جماعة هذا ولد جيرانه مثل ما تعرفون هذا ما ياكل شيء اليوم. هلا والله جماعة تكفى لا توصل للمرحلة دي، تكفى لا تخليه يكره أي شيء. الله يرحم دي أمك الباقي للطفل، جعل عمريك ما تاكل. الله ياخذك أنت والمحتوى الزك، بتدمر مستقبل الولد كامل. يود وأنت شوف معضل يا ولد، انسى بكف ربي. حبيبي الغالي أنا متابع مسلسلات تركية بس مو كثير، ما تابعت لنا مسلسلين دور اثنين بس ما ربطها صراحة. يود لا تكوز فيه. جحش رسمية ناصر بطن. إذا طاح بتدعس بطنة. والله تعور مره. If you were blind and you want to ask for a pencil, how would you ask for a pencil? If you were blind and you were thirsty, how would you ask for water? Alright, if you were blind and you wanted to do your hair, how would you like ask somebody for them to cut your hair? Alright, if you were blind and you went to a restaurant, how would you order your food? Alright, if you were blind and you went in a taxi, how would you tell them to take you to your destination? هذا غبي مستعب غبي. If you were blind, not deaf, you can speak. Can I? ما شاء الله حس صالح خير يا عبود. عبود الله يطول بعمرك. الهلا اللي زيد وكذا. ونيتها إن شاء الله نبي نجمعها إذا امتلت تصدق بها على الفقراء والمحتاجين. صحيح عبود؟ لا تسويها برجر. برجر؟ لا تسويها. عبود آخر حصل لها بحياته. أنا أتأكد أنه شاتت فيها السكينة. السكينة. أوبس.
تاخذ شنطتي اللي فيها السكينة. مرة على تكتيك خاص وطبقنا الحمد لله واستفدنا من الفرص. مباراة الرياض يا عيال يا عيال يا اني احب ذا قسما بالله من اطلق الممثلين اللي في السعوديه من بعد ناصر القصبي. لا مو من ناصر القصبي، عبد الله السدحان. عبد الله السدحان مره اخذ التوب ماينس 1 صراحه. اني اسلط عليك جني. يا عيال والله تخرج قسم بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول يا عم الشيخ، هو زوجة إبليس بتعرف تطبخ؟ زوجة إبليس ليس مكانها المطبخ، علشان هي لو بتعرف تطبخ ما كانش هيجي يأكل معانا ويقرفنا، صح ولا لا؟ بس أنا عاوز أسألك سؤال، أنت ليه بتسأل السؤال ده؟ وأنت معزوم على الغداء عنده النهاردة؟ مرة بطل صراحة. What up dog؟ صراحة أنا مش عارف حاله. الأشياء الغريبة المريبة تشوفون ذبح حد عيال مع القصر الأشباح يضحط الظهر يوم السبت. السبت الظهر يضحط، أنا أخذ مع مقابلة. ما شاء الله طار، ما شاء الله. أقول تعرف تسوق ها؟ أقول تعرف تسوق؟ مسوي طارة ها؟ مسوي طارة ها؟ الله لوري، الله لعلم ابوك. اسكت 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 على يدي بفر بحب الزراد وعلى علي وعلى كلف بلديخة قارة قارة والله قارة. مسكين مريض. ايش اسمك؟ محمد سلامت. محمد سلامة. الحين نظام العمل والتوجيهات لخادم الحرمين الشريفين بعلاج اي مخالف لنظام الإقامة، اي مخالف لنظام العمل، اي نظام الحدود بالمجاني، اي واحد مشتبه به بمرض فيروس كورونا، عندك خبر عن الموضوع هذا؟ ما في مشكلة ان شاء الله حصل على طول. انا اكلم. يا عيال عطاه السؤال كذا، يا عيال لسته، يا عيال لسته عطاه سؤال كله في اللهجه السعوديه. هو مو زين يعرف لهجه الهجين يا رجال. اي في مال هذا؟ ان شاء الله. انا فيصل مطرف في القناه الصحي. شكرا جزيلا. العفو العفو، الله يعطيك الف عافيه اخوي فيصل، وشاكر لكم باذن الله. الله يتقبل ان شاء الله حجهم، وباذن الله جزاؤهم ان شاء الله جهنم الجنه يا رب. الطقع في اخر رجعه. تريبيعونك صيح باعلى صوتك، اوعو صيح. يا كل ما اشوف يضحكني قسما بالله. لا رغين مره حبهم انا، بس عاد يعني في عندهم اشياء كذا تنفذ. الى هنا وصلنا نهايه الحلقه. لا تنسوا اللايك والاشتراك، سويتوا وجهه تحت صندوق استفاني عليها كامل. تابعوني على سناب بعد، وان شاء الله استمتعتوا بالحلقه. سواء هذا اخر اسبوع لنا، اخر اسبوع منقفل 7 شهور ان شاء الله. صلوا على النبي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. و سي يو ليتر.